السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. عيد يعني لحمة وكبدة وكلاوي وقلب، وكله هيكون في صينية واحدة، الصينية المنتظرة من كل العيلة. كل حد فينا بيحب حاجة معينة. النهاردة هنتعامل مع الحاجات دي بطريقة سهلة جدا، شوية بهارات وشوية خل شوية توم شوية فلفل أخضر، هيدوني نتيجة في منتهى الجمال. هنتكلم النهاردة على الكلاوي والكبدة واللحمة الضاني، ويلا نشوف مع بعض ايه اللي هياخد شوية تسوية عن الحاجة التانية. بدأت اللي انا قطعت الحاجة رفيع جدا على قدر الامكان، وجبت صينية كبيرة وفصصت توم حوالي نص راس من التوم. جبت الصينية وسخنتها كويس، وحطيت فيها حوالي معلقة كبيرة من الزيت وحبة صغيرين جدا من التوم المفروم، ما نكترش التوم دلوقتي. وهبتدي انزل بشرايح اللحمة اللي انا قطعتها صغير واسيبها شوية. اهم حاجه ان انا ما اقلبش، علشان ما اخليش اللحمه دي تنزل الميه اللي فيها، لا ده انا عايزاها كده ايه، تستوي من غير ما تنزل اي ميه. احاول افردها شويه في الصينيه، استنى عليها شويه واقلبها، افضل اقلب فيها شويه على نار عاليه جدا. بعد اللحمة لما احس ان هي دخلت في السوى، الحاجة اللي انا هحطها بعديها هتكون القلب. القلب برضو متقطع صغير جدا، فدلوقتي بجيب اللحمة على جنب وابتدي انزل بالقلب بنفس الطريقة، اسيبه شوية وبعدين لما يبتدي يخش في السوى ادخل اللحمة على القلب. شايفين كده احنا لسه ما حطيناش بهارات ولسه ما كملناش. تعالوا كده نحط الايه، اللحمه والقلب جنب بعض ونبتدي ننزل بالكلاوي. ونقلب برضو كده، كل ده لسه على نار عاليه جدا وبالتدريج كده. كل ما الاقي الحاجه اتحمصت كده كويس ابتدي ادخلها على الحاجات اللي استوت من قبل كده، وده بيسمح ان اللحمه تستوي. بتاخد وقت اكتر شويه، وبعدين القلب وبعدين الكلاوي زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا انا مسرعه المقطع، ولكن هو ياخد معاكي اكتر شويه، يعني كل حاجه كده حوالي 3 4 دقايق. وبعدين خلاص كده ادخل كله على بعضه، اديها تقليبة مع بعضها. واخر حاجة عندي ناقصة هي الكبدة. الكبدة اقل حاجة بتاخد تسوية. يلا نحطها وبرضو على نار عالية وما قلبش. بعد لما يعني حسيت شوية ان هي خدت خلاص حرارة من تحت، ابتدي اقلب وبالتدريج بقى ابتدي ادخل كله على بعضه. بعد ما بدخل الكبده كده كله على بعضه واقعد اقلب حوالي 3 او 4 دقايق على نار عاليه، وبعدين هبتدي احط الثوم. برضو عايزه الثوم ده ياخد تشويحه كده شوية صغيرين من الفلفل. هحط الفلفل في الاخر عشان يفضل كده صاحي، يعني زي ما بيقولوا، يعني يبقى طازة لسه. دلوقتي هحط البهارات، بحط كمون وبحط كمان خلنجان مطحون، وبحط شوية صغيرين جدا من السبع بهارات، واهم حاجة القرفة. القرفة مع اللحمة الضاني او مع الكبدة الضاني بتدي طعم حلو جدا، وشوية كزبرة، وحط شوية صغيرين من ملح الليمون. لو انت عندك ليمون او عصير ليمون ممكن تحطيه، برضو ملح الليمون بيأدي الغرض وبيضيع اي زفارة بتبقى موجودة. لسه برضو مستمرين، قلبنا البهارات فطلعت الريحة. هبتدي احط كمان معلقة كبيرة من الخل الابيض. ابتدي بقى اوطي النار في المرحلة دي، عايزة شوية تاني تاخد تاني في السوى. هحط كمان شوية من المية، ممكن لحد ربع كوباية من المية، واخر حاجة خالص هحطها هي الملح.
مننساش زي ما قلنا نكهة القرفة معاها بتكون حلوة جدا. والخلنجان كمان اللي هو المطحون، الخلنجان نوع من التوابل ويبقى صعب جدا ان احنا نطحنه في المطحنة، فاحنا بنشتريه مطحون او نجيبه ونبشره في المبشرة. شايفين كده الريحة ولا اروع، بيكون كده معاه شوية صوص عشان احنا حطينا شوية من المية. ويلا بقى جهزوا الايه، جهزوا العيش السخن واستمتعوا بيها. كل سنة وانتم طيبين، اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني. ومع السلامة.